بس بقى. فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب ولا الباب ده وجه منين، فخرجت الناحيه الثانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الضر، بس هي كانت مستنقره الظاهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على منعصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعلنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. تمام يا فندم، مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى، انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثة. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي. امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ادعيلي. رب كرمك يا حمادي حلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. شوف. الولا أهو، ولا. هو يا عم ده على اطلاقه اللي انت عملته ده مش كويس خالص ومضحك. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وشي جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حمضان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متنصمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يا لجند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. ومن يا شبه ومن يا شبه من عيوني حزينه. قطع يا عم. سفينه رست على المينا ومن يا شبه ومن يا شبه. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون قاعد على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم بنزل في الشرب حاسب شويه؟ ده انا حوت وحسب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي مالوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حاسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. انا اختي واقفين بتنظر مخدماتيه. شوف الوليه الناقصه بتسك الشيش في وشي. ايه هيفكولك لحام صدرك؟ جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مقمع، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلفاندي. انا اسمي ادره. النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري. مالك يا لفندي؟ مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه. بطلوا وسخه بقى على الريتونه. رجاله او فاش نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك. عشتوا. قال هو فين بيت نزله المخدماتيه دي؟ جنبنا. تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لا هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط.
طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروحوا عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. قال هو بيتكم فين؟ ده لزق لازم في نزله المخدماتيه اول عتبه. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفت يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الدبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه درقها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. يا فندي عبد الحي، علي الطلاق لتشرب القرعة دي كمان يا لمبي. أنا مش قادر يا أبو بديعة، مش قادر خلاص. الله، أنت إيه بقيت فول تنك؟ علي الطلاق لتشرب القرعة يا أبو بديعة، دي سادس قرعة تشبط. أنا خلاص مش أنا بقى هيقع. يا عم ما تخافش، أنا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب إيه؟ أنت جاي مصنع الرجالة وتقول أدفع الحساب؟ ده أنا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا احمد حاج. اه ابو بديع، والواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ناخدك في سرنجه، اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تانية. يالي احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. كان ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده. كم؟ ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى لف في السنين، والسنين تلف فيا، وانا لف فيا، وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله، اللمبي ده كلامه موزور. ابويا الولد ده لخبط لي دماغي، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق انا ما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه. حبيبي حليمو. على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، في اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال نلف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده يا عبدو، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شد عليا ولا حاجه؟ الا فين حبيبي؟ بنياتي حبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم ايه اللغه دي؟ حبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيط القريه صح؟ تستبتي انت؟ حبيبي خساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ على بديعة. ابو بديعة عرضو عرضو ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان السرب اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا من بدايك اللي خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد شرطه ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا الطلاق، انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. الله يكرمك. انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟
امال ايه تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر واصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم اللي الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حسدنا. ها حسد؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك؟ ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا. تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالباندا مفيش اخوه بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك ولشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا، احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان، على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. بقيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحدة كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتولك. لا لا لا، انتوا كده اوفر قوي بصراحه، ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان تركيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود، انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو لبسوا جن ولا ايه؟ فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعة في الشغل. طب يا عم مياعة ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بسلب في قلب الكنبة؟ كلمة تانية همطير رقبتك. ليه طب والفلان تبوظ؟ الله يرشد الفلان. انا معاك يا عم والله، والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر، ما انا خليني قاعد. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ Thank you.
البيت المسكون ده. وسعي الحفرة فطيسة شوية، البت مربربة عن كده. يا اختي انا تعبت كفاية، لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفرة يا بت ولا لما تدفنوكي مطرحة؟ يا نهار اسود، بيدفنوا بني ادمين. انت مين يا السلفان ده؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت، حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديع وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديع عنده اسهال، رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني؟ وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمرة بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي، معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو ضيعة، أبو ضيعة ازيك وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، إيه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساغ. عسعست عليه؟ أيوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة يا سلمبي. لا ولا حاجة. أهلا أهلا، مشرف. الله يخليك. في بيتك يا أخويا. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام، دي أصل أنا بحب أريل وأنا قاعد على نفسي، يعني بحب أريل وأنا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان بريالة. جدي أبو ريالة الكبير. يعني عيلة معروفة في شحطي في سبع السمك. أحسن ناس. أمال إيه؟ ده كان يعني بصي ما فيش، أهلا نروح مريل على طول كده. إيه ده؟ هو في حد تاني جاي بتسأل؟ أختي في حد تاني جاي؟ ستي في حد تاني؟ يا استفتيسة يا استفتيسة، يوه أنتوا عندكم رجالة؟ هما فين دول الرجالة؟ ما تخافيش يا شابة، يا سي عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركه؟ لو انت صادق، انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه، عمال اقول واد نايس كده وواقف والحته دي. طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. قوم امشي امشي. مشي ليه؟ الحدود بينفخوا من هنا. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف، وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا، اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعال عشان عايزك في موضوع. حاضر. لا مؤاخذة، بنت ما تمشي.
بقول لك ايه؟ نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك بقول المزمازيل، المزمازيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي، متشكرين يا عم كباري، متشكرين قوي. حبيبي فين الناس بالكسكسي؟ اهلا يا شرباف، منوره يا اخت. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حليمو، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيدي الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، هم هم حبه. حاضر يا سيدي الناس. انت راح بيه؟ داخله جوه. اتمنى جوه. ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. اتكلم معايا، رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي ده. اوعي لا يا فندم، مش وقته يا بني ادم، احنا في مامورايا. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش واحد، انا معايا القوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسول لك نفسك. اوعي الزامي حدودك واثبت مكانك، انت كله اثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليم اللي بعملك الشاي. ولا هو سعاده الباشا بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطلع الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع، انت يلا.
يا حاج الضابط، يا حاج الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي وكلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا، الجثث جثثنا. خلاص انا وصلت لك الخلاص. ما تعالجنيش، اتفضل لي بسكه. هات كويس بسكه بسكه. مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الجيمي. بقول لك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعة. النوعة؟ النوعة بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قولي يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى، انت عارفه عم حريسه؟ فين عم حريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا يا اموت في الادب، اموت في الشمس.